في سؤال هيسألك وترد عليا الصوت مش يعني واضح يا ام فتحي، الصوت مش واضح. معلش كده؟ ايوه كده احسن، اتفضلي. يا شيخ الانسان هيحاسب عن عمر كام؟ هيتحاسب من عمر كام؟ كويس. طب سن البلوغ؟ تمام. طيب العمر اللي هيبعد كده هيبقى مثلا 24 ساعة اليوم، هيبقى نص العمر نوم؟ وبيتحاسب وهو نايم ولا لأ؟ لا مش بيتحاسب وهو نايم. هل هيحسب الساعات النوم اللي احنا بنناموها ولا هيتحاسب بالعمر كله؟ حاضر يا ام فتحي. فهمتني؟ ام فتحي انت جميله قوي، دايما اسئلتها فيها كده نوع من التفكر الفكر. وفيها الفكر. ربنا يبارك لك يا ام فتحي والله. فهمتني؟ فهمت سؤالي بصراحه؟ فهمنا سؤالك يا ام فتحي وهنرد عليكي. حاضر، في اي استفسار تاني؟ لا يا حبيبتي شكرا. تسلمي يا ام فتحي، شكرا ليكي. طيب سؤالها جميل قوي. سؤال الانسان بيتحاسب من امتى؟ وفكره السنوات الوقت اللي بينام فيه الانسان ده ايه؟ الإنسان يحاسب حينما يصل إلى سن التكليف، وسن التكليف عند الرجل بالبلوغ، والبلوغ في الرجل قد يكون بظهور بعض الشعيرات في لحيته أو في وجهه، وكذلك بالاحتلام. وأما المرأة بأن تكون 9 سنين قمرية، وذلك بالوصول إلى حد التكليف بنزول دم الحيض. ده للرجل والمرأة. طيب النوم سيسأل عنه الإنسان. الإنسان بيقولوا يعني سيسأل عن النوم أي؟ كان أحد الشعراء يقول كده: فثلث العمر، فثلث العمر تقضيه الليالي، وثلث العمر يمضي لا نبالي. يبقى نص تلت العمر نايمين، والتلت مش عارفين هو رايح فين. طب يتحاسب ازاي على نومه؟ او جميل ليه؟ تمام. ده سؤال جميل جدا على فكره ومن الروعه يعني. هل سيحاسب الانسان على نومه؟ نعم. فاذا نام العبد على طاعه، وقف الملك على راسه فكتب نومه كله طاعه. يعني ايه نام على طاعه؟ اقول اخر حاجه صلاه او تسبيح، فنام على التسبيح فكتب له نومه كله تسبيح. يبقى هنا أرهق بتعب لعبادة الله. أو سعي في الدنيا لشغل الأي العمل حاجة. طبعا نفس الكلام. تمام. خلاص هو نام على الطاعة. أما من نام على معصية خلاص تكتب له المعصية أو عليه المعصية. عاوز أقول إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينم على جنبه الأيمن، ثم يقول بسم الله ويصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. ثم يقول: اللهم إن أخذت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها وأطلقتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فكده يتحول النوم لعبادة. بالظبط. بس عايزين نوضح حاجة يا شيخ محمد، فكرة إن كتير بيغفل ما بيقولش الأدعية قبل ما ينام، لكن أم شقيانة مع ولادها وبتذاكر ومن التعب خلاص نامت. هنرجع تاني. إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على المعاش. تمام. وتعبت ونامت. طبعًا. فالنوم ده برضه بقى عبادة. واحد شغال وواسع على لقمة عيش أولاده ومن التعب فنام، فإن شاء الله فهو في طاعة الله بإذن الله. طيب السؤال التاني بقى، الطفل قبل البلوغ بيعمل حاجات غلط، يعني مثلا في أولاد دلوقتي يقول لك لسه صغير ما بتحاسبش. نعم. يكذب، يعمل أي صرفات غلط حتى لما بيتوجه، بس الأولاد بقوا ناصحين عارفين يقول لك أنا ما باخدش ذنوب. بيحصل إيه في المرحلة دي؟ لا يؤاخذ، والله ترك لكم هذا المجال، ولكن هي فترة تدريبية وتعويدية. ده غلط، ده حرام، ده كذا. فالمفترض ان انا بدربه. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا، والتعليم لفظ مطلق يطلق على كل الاحوال. كل الاحوال. علموا اولادكم الصلاة لسبع، علموا الادب لسبع،
علموهم الاخلاق لسبعه، علموهم كذا لسبعه، علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا طيب بينهم. انا المخرج استاذ ايمن بيقول الاب والام يشيلوا الوزر؟ لا ما على غلط لا يعملوا طبعا. طفل؟ لا يا استاذ ايمن، لان هنا الامر الطفل الصغير لا استطيع ان اقيده. هو مرحله، بدليل سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى مش اخ لانه لا يدرك، مع انه سيدنا موسى بس نبي. يشيلوا الوزر لو مش بيوجهوا او هم اللي معلمينه الغلط، دي قصه تانية. الاصل في يعني ما دمتم فتحتوا في الامر وهو موضوع التربيه، الاصل في الاب اذا علم ولده الصلاه والولد صغير وهو عنده 3 سنين واربعه وبيصلي معاه، كل سجده يسجدها الطفل فلوالديه مثلها. طيب انا كان في مره طفل لقيته بيقول لي انا بعمل خير ما ياخدش حسنات عليه خالص عشان انا مش بتحاسب. لا ازاي؟ سيرقى الى الحسنات ويدخرها المولى سبحانه وتعالى له اذا ما بلغ. ليه هو مش لاهله؟ والاهل باستمرار الاب والام. يا اخوانا لابد ان ندرك تماما ونفهم، وده للساده المشاهدين جميعا، ان الولد الولد من كسب ابيه، فكل عمل يعمله الولد حتى ولو بلغ الولد حتى ولو وصل الى 60 من استنى سنة حسنة، ومات الاب وماتت الام، كل صلاة بيصليها تكتب لوالديه في الاجر حتى وهو كبير. طبعا يعني حتى احنا كبير طبعا. حسناتنا بتروح لاهالينا. انت اللي نميتي، انت اللي ربيتي. ومن فضل الله انه في الاوزار لا يحملون الاوزار. سبحان الله، مش عارفة يعني المفروض بعد كل ده ما حدش يدخل النار. شوف بعد كده والله سبحان الله.